تعديل أو تغيير الحكومات لم يعد كافيا في نظر الأردنيين كحل للخروج من الأزمات المتتالية التي يعانيها الأردن، أزمات يرى المواطن الأردني أن الحكومات المتعاقبة ساهمت في ازديادها وتعميقها على مدار سنوات طويلة، سنوات ارتفعت فيها مديونية الأردن لأرقام قياسية، فيما شهدت خلالها الساحة المحلية الكثير من الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية نتيجة صعوبة الأوضاع المعيشية وقفت أمامها الحكومات عاجزة عن الحل. والله لا حكومة جديدة ولا سابقة ولا الحكومة أي اللي تغيرت إيش ما تغيرت نفس الإشي سنة الواحد كلهم ماشيين عليه. والله كل الحكومات المتتالية من اللي مرينا فيها كلها نفس الأداء ونفس السيناريو. بعتقد إنه بدنا وجوه جديدة في وزارات وزراء ورؤساء وزارات جديدة، مش نفس الوجوه، هي بتتكرر نفس الوجوه، كلهم بيمشوا على منهج واحد يعني وعلى سياق واحد، ما راح يأثر للأسف. لا كل الحكومات نفس الشيء، كلهم عم بيجوا مشان يحلوا مشكلة يزيدوا مشكلة على مشكلة لا أكثر ولا أقل. هو موضوع الحكومات موضوع سياسات، يعني سياسات اللي بتنفرض على الحكومة. احنا بنتأمل التغيير ولكن الأمل بسيط، يعني صراحة اللي احنا بنشوفه كل الحكومات قاعدة بتنفذ سياسة موجودة وسياسة ثابتة، أما كتعديل ما أتوقع. لا فائدة إذن من تغيير الحكومات أو تعديلها إذا لم يكن التغيير مضمونا وجوهرا لا شكلا، في ظل إجماع شعبي كبير على أن النهج السياسي الحالي المتوارث بين الحكومات هو من يقود مشهد الأزمات وحلقات التراجع. عبد الله الشيخ، الحقيقة الدولية.